من جانبه قال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب جمال شيحة إن هدف المجلس نجاح وزارة التعليم في خطتها، مؤكدا أنه يجب التسويق الجيد للأفكار حتى يتم النهوض بالمنظومة. احنا عايزين البلد تنجح، عايزين الوزير ينجح، لكن المشاكل الجانبية وعدم التفاهم وعدم التواصل الجيد قد يجهد محاولة حقيقية لتغيير التعليم. ولذلك كلام الدكتورة ألفت في غاية الأهمية، لا بد من التواصل ولا بد من لما تعلنش قرارات احنا ما عندناش عنها فكرة، مش احنا وصايا على الوزير، احنا عايزين نساعده، عايزينه ينجح، مش وصايا. يعني ما تتخذش ان انا لا انا الوزير وانا التنفيذي وانا هاخد قراراتي ولما تفشل يبقوا حاسبوني، ما تجيش كده، وبالذات في ملف التعليم اللي الشعب كله مهتم بيه والشعب معبأ بافكار تقليديه او افكار مضاده لاي تغيير. عشان نغير لابد من التسويق الجيد للافكار.